مدينة العالمين زي ما كنا بنتكلم هي مدينة في الأصل مدينة جديدة، لكن احنا اخترنا هذه المدينة لموقعها المتميز وعملنا مهرجان. الجميل في الموضوع ان هذا المهرجان لم يكن مهرجان متخصص في فعالية معينة. صحيح. يعني احنا بنشوف دايما، واحنا كنا دايما عندنا مهرجان للسياحة لوحده، مهرجانات رياضية، دراما، يعني كانت كلها طبعا مهرجان القاهرة للدراما اللي كان في نسخته الثانية كان موجود في هذا المهرجان. لكن ان يكون كل ده موجود في مهرجان واحد، اعتقد ده ليه انعكاسات كبيرة جدا على حركة السياحة، ومش بس في المدينة، في مصر كلها. خليني اقول لك ان السياحة في مصر متعطشة لمثل هذه المهرجانات، لأنه هي بتساعد وتساهم في صناعة الصورة الذهنية عن مصر الحديثة. لما أجي أتكلم النهاردة وهنحكي مع بعض بعد شوية عن السياحة، وهو منتج تسويقي مش سلعة ملموسة، لكن هي سلعة خدمية. النهاردة أنا بصنع لها صورة ذهنية، عشان أصنع لها الصورة الذهنية ديت لازم يبقى عندي حاجات تثبت الصوره دي، فعاليات، مهرجانات. وعايز اقول مهرجان العالمين بدا يرسم جزء في الصوره الذهنيه لدى العالم عن السياحه المصريه في هذا الوقت. طيب انا عايز اسال بقى حضرتك دلوقتي، المهرجان العالمين في عمليه التسويق انا بجذب اني نوع من السياح؟ النهارده في مهرجان فعالياته مختلفه، اللي عايز يحضر فعاليات رياضيه موجوده، انشطه ثقافيه موجوده، فعاليات فنيه، حفلات، الحاجات دي كلها. النهارده بمعرفتك بتجارب الدول الثانيه، النوع ده من المهرجانات، لو في اصلا مهرجان بيشمل كل هذه الفعاليات، انا ما اعرفش فيه ولا لا، بس لا اعتقد يعني، نوع السائح اللي انا بجذبه جنسيته ايه؟ لا خليني طب اتكلم بشكل عام، هرجع لسؤال حضرتك لانه سؤال طبعا قوي لازم نجاوب عليه، لكن خليني اقول من البدايه. انا عندي الخريطه السياحيه مقسمه كالتالي: عندي ثقافيه اللي هي بتتمثل في الحضاره وبنسميها الكلاسيك تور، متمثل في الاقصر واسوان والاهرامات وكل ما له علاقه بالحضاره والمتاحف والكلام، الجوله التقليديه الثقافيه والتاريخيه، كل ما لها علاقه بالحضاره والتاريخ. دي ده جزء في الخريطه السياحيه المصريه. عندي جزء الترفيه اللي ليه علاقه بالسياحه الشاطئيه، وهو ده ليه علاقه بمرسى علم، بالعلمين، بالغردقه، بشرم الشيخ، بكل ما لها علاقه بالشواطئ والاجواء الساحره اللي مصر بتتميز بيها. دي كلها ادواتنا او مفرداتنا في الخريطه السياحيه. لما اتكلم على السياحه الدينيه سواء مسيحيه او اسلاميه، من اضرحه، من جوامع، من سياحه الدينيه المسيحيه، مسار العائله المقدسه والهولي لاند او الهولي فاميلي تريب، دي كلها يعني جزء برضو. بس يعني احنا بنتكلم كل رحله بتقودنا في مكان معين وبتخاطب فئه معينه واعمار معينه وجنسيات معينه. عندنا السياحه العلاجيه، عندنا السياحة العلاجية وهي برضو ليها أقسام كتيرة مختلفة. لو هتكلم على سياحة المعاشات، الناس اللي بتقبض أرقام مثلا 5000 يورو في دولة زي ألمانيا، لما يجي يقعد هنا في مصر بعد معاشه ويستجم بدفء ودرجة الحرارة في الأجواء المصرية، مش هيصرف 2000 يورو، هو هيصرف في بلده أكتر من كده. هيبقى سياحة اسمها سياحة المعاشات أو التقاعد. أول مرة نسمع المصطلح ده على فكرة. هي دي حاجات جديدة بدأنا نناقشها في المطبخ السياحي الوقت ده، احنا محتاجين نخاطب هؤلاء الفئات، فالموضوع شامل. أنا عندي مهرجان العالمين بدأ يغازل كل هذه الفئات. ليه؟ لأنه الفن كان بيدي رسالة هناك، الرياضة كانت بتدي رسالة هناك. لا المهرجان بدا يخاطب كتير من، ما اقدرش اقول انه العالمين تحديدا، لا هو خاطب حتى الناس اللي مهتمه بالسياحه الثقافيه، ان هناك شيء جديد يحدث في مصر، في شيء عملاق بيحدث في مصر. خليني اقول لك بجانب ده، ودايما بحب اقول ده في البرامج، لما شفنا الطريقه الذكيه اللي افتتح بيها المتحف اللي فيه فخامه الرئيس، وقف بنفسه يستقبل افتتاح المتحف، متحف الحضارة، شكل الدرامي اللي اتعمل في نقل المومياات. انا عايز اقول لك العالم كله استوقف امام هذا، ان شيئا جديد يحدث في الجمهوريه الحديثه.
وهنا بنتكلم عن الصورة الذهنية وعن الذكاء التسويقي في هذا الملف. فعايز أقول كان مهرجان العالمين بيأكد هذه الرسالة وبيخاطب فئات مختلفة، ما أقدرش أحدهم في جنسيات معينة، لكن أقدر أجاوب وأقول لحضرتك أن المهتمين الأكثر المهتمين هم الدول الخليج، الجولف، الدول العربية، الخليج العربي. الخليج العربي هو من أكثر الناس اللي مهتمين جدا بهذا المهرجان، لكن صدقيني أنا كشخص محتك ب يعني دول العالم من خلال شغلي، لا المهرجان سمع حتى كجزء في صناعة الصورة الذهنية عن مصر الحديثة.